شريحة الأيتام في اليمن تعد من أكثر الشرائح تضرراً جراء استمرار الحرب، فوضع هذه الشريحة لم يكن يسر أحداً، لكن على أقل تقدير كان ثمة أمل بأن حالهم وأوضاعهم ستتحسن، سيما وأن ثمة مؤسسات حكومية أو خاصة كانت تولي هذه الشريحة شيئاً من الاهتمام، إلا أن الأيتام اليوم الذين تجاوز عددهم عن 1,100,000 يتيم باتوا مغيبين من اهتمام الجميع، بما في ذلك المنظمات ذات العلاقة، حيث كشف أن الصراع الحالي في اليمن والمستمر منذ عامين خلف أكثر من 79,199 يتيم، ليتجاوز بذلك إجمالي أيتام اليمن 1,100,000 يتيم وفقا لأحدث إحصائيات المؤسسة.